إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد، والإعجاب بالفيديو، وشكرا. الفتح الرياضي شباب بن قرير، فريق الذي يلعب برسم منافسات كأس التميز في النسخة الأولى من هذه البطولة الكروية. هنا فرصة لفريق شباب بن قرير، تسديدة خارج الملعب، ركلة مرمى للفتح الرياضي. اللقطة الماضية كان خطأ من خطأ على مستوى خط الدفاع. كرة تصل حكم يعلن عن خطأ لحارس المرمى رشيد غنيمي الذي يبدو بأنه تعرض للإصابة. كان هناك اصطدام في اللقطة الماضية مع لاعب فريق. هنا فرصة محاولة تدخل، حكم يعلن عن خطأ. من السفر هنا فرصة إمكانية التسديد، فريق شباب بن قرير كان ارتباك كبير على مستوى خط الدفاع. محاولة جديدة، فرصة، كرة تصل لإسماعيل حجاج حارس المرمى. إسماعيل الذي سيسعى للحفاظ على نظافة تشكيل الفريق هناك في مدينة بن قرير. هنا فرصة، تدخل من الدفاع، تدخل من الدفاع في الوقت المناسب، تدخل كان ممتاز من شباب بن قرير. تسديدة بعيدة كل البعد بدون تركيز. فرصة، كرة تصل لحارس المرمى اسماعيل حجاج. زائدة لمصلحة فريق الفتح الرياضي الذي يبحث عن التسجيل. التمرير، كرة تصل سهلة بين يدي حارس المرمى اسماعيل حجاج. كرة في وسط الملعب، هجوم. هنا محاولة إبعاد الكرة خارج الملعب من سكحان، تفاديا لأي هفوة دفاعية ولأي خطأ قد يرتكب على مستوى. ضربة رأسية، كرة خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق الفتح الرياضي. محاولة للفتح الرياضي إمكانية التسجيل. إسماعيل، التمرير، قد ينجح الفتح الرياضي. الهدف الأول، الهدف الأول للفتح الرياضي في الدقيقة 35. ينجح الفتح الرياضي في الحصول على هدف الأسبقية وتقدم بهذه المقابلة هنا على ملعبهم بمدينة الرباط. الفار للتأكد مما حدث في اللقطة الماضية. الحكم يوجه البطاقة الحمراء لحارس المرمى اسماعيل حجاج بعد العودة. كان يتسجيل هدف جديد دائما للفتح الرياضي. عرضية، فرصة، تحضير، الدفاع يتدخل. المرور، التوغل، عرضية من سكحان بدون أي متابعة. ركنية لفريق تنفيذ من السعيدي. فرصة، الحكم يعلن عن خطأ لفريق الفتح الرياضي. تسديدة خارج الملعب، إمكانية التصويب، تسديد، تسديدة محاذية للقائم الأول لمرمى الحارس إسماعيل حجاج، ركلة مرمى لشباب بن قرير. لكل فريق
الراسينغ الرياضي البيضاوي تعادل امام الاتحاد الرياضي التركي هدف لكل فريق، بينما فاز نهضة بركان ببركان على الوداد الرياضي الفاسي. الكرة تصطدم بالعارضة، كان قريبا فريق شباب بن قرير من التسجيل من ابرز فرص الفريق، بل هي الفرصة الابرز. الحكم يعلن عن خطأ لرضا، كرة ثابتة للفتح الرياضي، تنفيذ فرصة، إمكانية التسجيل، التصويب، كرة خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق شباب بن قرير، وللحارس إسماعيل حجاج، فرصة أخرى تضيع على فريق